أعزائي الطلبة، كنا قد تطرقنا في درس السابق إلى موضوع سرعة التفاعل، وقلنا أن سرعة التفاعل تتناقص بإستمرار خلال التفاعل، فتكون عظمية عند اللحظة الزمنية تساوي صفر، ثم تتناقص إلى أن تنعدم. في درس اليوم، سنتعرف على العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل، أي العوامل التي تؤدي إلى تزايد أو تناقص سرعة التفاعل، وهي ثلاث عوامل، أولا التركيز الإبتدائية للمواد المتفاعلة، كما تعلمون أنه في بداية أي تفاعل كيميائي، تتواجد المتفاعلات فقط، هذا في بداية التفاعل، أي كميات المادة الإبتدائية للمتفاعلات تكون كبيرة، هذا معناه أن تركيز المتفاعلات تكون كبيرة في المزيج. وبالتالي تكون التصادمات الفعاله بين مكونات المزيج كبيره نظرا لان تراكيز المتفاعلات كبيره لكن بمرور الوقت ماذا يحدث تتناقص تراكيز المتفاعلات فهذا يؤدي الى تناقص التصادمات الفعاله ويؤدي كذلك الى تناقص سرعه التفاعل اذا كنتيجه نقول يكون التفاعل سريعا عندما يكون التركيز المولي الابتدائي للمتفاعلات كبيرا، وتتناقص هذه السرعة بتناقص تركيز المتفاعلات. العامل الثاني وهو درجة الحرارة، وحتى نوضح جيدا دور درجة الحرارة في تسريع التفاعل، تابعوا معي التجربتين التاليتين. التجربة الأولى قمنا بوضع المزيج الذي يحدث فيه تفاعل منمذج بالمعادلة التالية اللي هي أس أو أثنين ناقص تزائد 2i- تساوي 2s4 2- زائد 2 اذا نواتج هما 2s4 2- s4 2- شريده عادي مثلون 2 شريده او كيميائي هذا لونه اسمر وضعنا هذا المزيج في أوساط مختلفه الحراره الوسط الاول اللي هو ا درجه حرارته 0 مئويه الوسط ب درجه حرارته 20 درجه مئويه الوسط الثالث درجه حرارته 70 درجة مئوية ماذا لاحظنا؟ لاحظنا أن اللون الأسمر المميز للنوع الكيميائي 2 يظهر في C بشكل أسرع من ظهوره في B ويظهر في B بشكل أسرع من A إذن يكون تطور الجملة أسرع كلما ارتفعت درجة الحرارة التجربة الثانية فيما يخص تفاعل الأسترى الذي تحدثنا عنها في الوحدة الأولى وهو من بين التفاعلات البطيئة جدا تفاعل بطيء جدا هذا التفاعل الأسرى إذا أجريناه في الظروف الطبيعية فإن الأستر سيتشكل خلال خمسة عشر سنة لكن إذا رفعنا درجة حرارة الوسط الذي نجري فيه تفاعل الأسترى إلى مية درجة مئوية سيتشكل الأستر في بضعة أشهر العامل الثالث وهو الوسيط أو ما يطلق عليه كذلك به الحافز وهو مادة يمكن أن تكون صلبة أو سائلة أو غازية تزيد من سرعة التفاعل لكن لا تستهلك ولا تظهر في معادلة التفاعل لا تظهر في معادلة التفاعل وهو ثلاث أنواع توجد وساطة متجانسة معناه أن الحالة الفيزيائية للوسيط المستعمل في التجربة من نفس الحالة الفيزيائية للمزيج المتفاعل، يعني مثلاً سائل سائل هذا نقول عليها وساطة متجانسة. وساطة غير متجانسة الوسيط المستعمل والمتفاعلات ليس لها نفس الحالة الفيزيائية، يعني صلب سائل هذا مثال على الوساطة غير متجانسة. توجد كذلك وساطة إنزيمية إذا كان الوسيط المستعمل هو إنزيم مثال على ذلك في تفاعل الأسترة عندما تكون درجة الحرارة 15 درجة مئوية يتشكل الأستر في 15 سنة في غضون 15 سنة لكن عند إضافة الوسيط من h 2 أوكات حمض كبريت المركز فإن الأستر يتشكل في بضعة أشهر نريد دراسة تطور العوامل الحركية لتفاعل بين واحد مول من حمض الإيثانويك و مول من البروبانول، ننمذج التحول الكيميائي الحادث بالمعادلة سي اثنين اش اثنين زائد سي عشر اش تساوي سي خمسة اش اثنين زائد اش اثنين لهذا الغرض أي بغرض دراسة العوامل الحركية نقوم بثلاث تجارب، التجربة الأولى. تجرى في وسط درجه حرارته 100 درجه مئويه التجربه 2 تجرى في وسط درجه حرارته 100 درجه مئويه وقمنا كذلك باضافه الوسيط اللي هو شوارد الهيدرونيوم h 3 بلوس التجربه رقم ثلاثة قمنا باجراء هذه التجربه في وسط درجه حرارته 200 درجه مئويه فتحصلنا على البيان المقابل البيان المقابل يمثل كمية مادة سي خمسة اش عشرة او بدلالة الزمن اي كمية المادة الاستر المتشكل متشكل بدلالة الزمن بالساعات المطلوب هو ارفاق كل تجربة بالمنحنى الموافق لاحظ معي في التجربة الاولى كنا قد وضعنا المزيج تحت درجة حرارة هي 100 درجة مئوية وكما تعلمون الحرارة عامل حركي مساعد على تسريع التفاعل أما في التجربة الثانية فوضعنا المزيج تحت نفس درجة حرارة التجربة الاولى لكن قمنا بإضافة الوسيط وهو شوارد هيدرونيوم التفاعل في هذه التجربة يكون أسرع من التجربة الاولى في التجربة رقم ثلاثة جعلنا المزيج في وسط درجة حرارته 200 درجه مئويه اي حراره اكبر يعني ان هذا التفاعل يكون اسرع من التجربتين الاولى والثانيه اي زي طلب قبل ان نجيب على السؤال المطروح في هذا التطبيق يجب ان تعرفوا ان الاسرع هو من يصل اولا الى حاله الثبات او ما نسميه بالنظام الدائم المنحنى ا يصل الى حاله الثبات اي نظام دائم في مده زمنيه قصيره وهي خمس دقائق لاحظوا البيان المنحنى ب يصل الى حاله ثبات ثانيا ويستغرقه ذلك مده زمنيه قدرها 15 دقيقه المنحنى C لم يصل بعد الى حاله ثبات وسيستغرق وقتا طويلا من اجل الوصول اليها اي مده اكبر من 15 دقيقه نستنتج مما سبق ما يلي المنحنى A خاص بالتجربة الثالثة على الأسرة خاص بالتجربة الثانية والمنحنى خاص بالتجربة الأولى إذا كخلاصة للدرس العوامل الحركية ثلاثة أولا التراكيز الابتدائية للمتفاعلات ثانيا درجة حرارة ثالثا الوسيط أو ما يدعى بالحافز